ايوه حضرتك اتفضل اتكلم. انا يا عمي اسمي زعتر وكنت عاوز اخطب ايه بنتك. اهلا اهلا يا ابني، وايه رأيك يا روز؟ هي العروسه اسمها روز يا عمي؟ اسمها جميل قوي. لا يا حبيبي، ده اسم الحاجه. امال العروسه اسمها ايه؟ اسمها فوزيه. يا نهار ابيض. في حاجه يا ابني؟ لا يا عمي مفيش حاجه. قولي لنا رأيك يا حاج روز. الرأي رأيك يا حاج، بس أنا كنت عاوز أسأله كام سؤال كده. لا يا ماما، أنا اللي هسأله الأسئلة دي بعد إذنك. اتفضلي يا حبيبتي. عندك عربية مرسيدس؟ لا ما عنديش. بتقبض 10,000 جنيه؟ أنا ما بقبضش أصلا. طب عندك شقة؟ بصراحة ما عنديش. يعني لا عندك عربية مرسيدس ولا بتقبض 10,000 ولا عندك شقة، أمال جاي تعمل ايه؟ يلا يا بابا روح خد واحدة من مستواك. ما عنديش شقة عشان عندي فيلا، ما عنديش مرسيدس عشان عندي فيراري، ما عنديش مرتب عشان عندي الشركة كلها. وفعلا انت على حق، انا راح اخد واحدة من مستواي. باي باي يا فوزية. ها؟ انا لقيته بيضحك وقلت هضحك. اسكت ما تجننيش. حاضر يا حبيبتي، مسك ده اهو. الفيديوهات دي للضحك مش للتقليل، خاصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ان حد يعاير حد. مذكور في القرآن الكريم في سورة الحجرات: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عشان كده لازم ناخد اخلاقنا من ديننا، ما ناخدهاش من الفيديوهات والافلام والمسلسلات. اخلاقك خدها من دينك بالاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه الكرام. ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله وتعمل شير وكومنت وتشترك في القناه، عشان ده بيساعدنا ان احنا نكمل.